هذا بعد كتاب يقول قال تعالى الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر وبحسبان نجم والشجر الجدان سورة الرحمن حقائق في التراث العلمي الكيلاني سيدي عبد القادر الكيلاني قدس سره العزيز تأليف مجيد عبد الرزاق الكيلاني 1395 هجري 1976 ميلادي يعني هذا تقريبا 46 سنة من 76 انت والله العافية طلعت انس بغداد العراق اي أيوة والله شوفوا هني انا اقتطفت لكم لان السيد كل يحب التصوف يقول فالتصوف في جوهره هو الصلة الدائمة اليقظة الحية بالله وهو محاولة تجريبية لعودة الانسان بكل جزئية في الكيان الروحي الى مبدعي ومولاه هو ايقاظ اللحظة سيدي مقبل هو ايقاظ عين القلب لتتفتح بكل طاقاتها التي اودعها الله فيها لتكون مبصرة في عالم المشاهدة فترى الله في كل شيء وقبل كل شيء وقد جعل الصوفية من هذا الحب فلسفة تحيط بكل شيء في الكون وتمتد أجنحتها إلى أفق في كل أفق في الحياة والحب الإلهي هو المصدر الحقيقي الذي استمدت منه الموجودات وجودها وهو سبيل المعرفة العليا فإذا فنيت النفس عن أوصافها بالحب انكشفت لها الأسرار ورفعت عنها الأستار أما بخصوص قصائده فكثير لا تعد ولا تحصى فاخترت لكم من هذه القصيدتين اسمع سيدي عبد القادر الجيلاني انت شفت الحية عنده الكبيرة اللي قصيتها لأبو يعقوب الرفاعي العراق خذ بلطفك يا إلهي من إله زاد من إله زاد قليل مفلس بالصدق يأتي عند بابك يا جليل هاي اختنا ندى السيد وساش من السيد أحمد رفاعي شاعرة أهل البيت وآل البيت ونختم هني شنو يقول أين موسى أين عيسى أين يحيى أين نوح أنت يا صديق عاصم تب إلى المولى الجليل وهني يقول على الأولياء ألقيت سري وبرهاني فهاموا بي في سري السري وإعلاني المهم اي والله مسلم سيدي أحمد رفع سيدي عبد القادر الجيلاني سيدي أحمد دلبد سيدي رام دسوق الشاذلي والصوفيين أم بسم الله الرحمن الرحيم أنا قادري والوقت عبد القادر وأسمي محي الدين والأصل كيلاني اسمعوا وين ولد هو يقرؤ عنه مو بس جد الله يقول ولادته وفاته لقد ولد السيد عبد القادر الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه في إيران بمقاطعة كيلان جيلان سنة 470 1077 وتوفي الشيخ في العراق بعد أن قضى عمره بالطاعة والعبادة ولازمة السهر ببغداد ليلة يعني السبت الثامن شهر ربيع الآخر 561 1165 سبحان الله ودفن في الليل بمدرسته الوالد توفي يوم الجمعة ليلة السبت مدرسة بباب الأزب في بغداد وسمي حاليا باب الشيخ ولا زال قبر سيدنا الشيخ عبد القادر الكيلاني شامخا ويزار يوميا سبحان الله مات المحبين وقد قضى عمره وين العبادة ولا زال من الأعلام من مولد ولا بيران هنا 90 وحتى وفاة 91 عام يعني عمره له من العمر ثمانية لما دخل بغداد عمره 18 سنة قلت العراقي 18 سنة انه باص سلطان الرجال جاء من في عشق ومات في كمال فعلى هذه كلمة عشق وعددها بالجمل 470 فهو تاريخ الولادة وكلمة الكمال 90 فهو قدر العمر الله وقد ضمينا كلمة عشق مع كلمة كمال يكون الحاصل في العدد 561 فهو تاريخ الوكاد 470 زائدا 91 يساوي 560 هجرية تاريخ الوفاة هاي كرامات صوفية احنا ما نقدر عليها شكرا انت صوفي العنزي.